صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة، ودائما أمنياتنا واحدة بأنه هي الفترة تمرق بسلام وخير على أرواحنا وعلى نفسياتنا. يا رب نحتحمل الأيام اللي جاي الأخبار المفرحة لفلسطين الحبيبة. كتير عم نشوف بالأيام الماضية مجازر وحشية للعدو الصهيوني لا شرعي على قطاع غزة وآلمت الجميع. اليوم المصير مشترك، اليوم العزاء واحد والمصاب واحد. ودي صبح عليك يا هايدي. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. صباح جديد ونهار جديد، ويا رب يحمل معه كل الخير والأمان والسلام لقلوبكم. يعني منمر بكثير من الظروف الصعبة بالحياة، وخصوصا الأخبار المؤلمة اللي عم نشوفها يوميا بفلسطين، بأهلنا بغزة. يعني كل الكلام قليل وصعب كثير نوصف المشاعر اللي عم نحس فيها، لكن اليوم الدعم والتضامن الكبير يلي عم بيكون على أرض الواقع واللي عم بيكون على مواقع التواصل الاجتماعي كتير مهم. اليوم الكلمة تفرق، بتعمل أثر، الصوت ممكن يوصل. اليوم أي حدا فينا من خلال موبايله قادر أنه يكون صحفي ينقل الخبر والحقيقة لكل العالم، لحتى يورجي وحشية هذا العدو والأفعال اللا إنسانية يلي عم يساويها. فمو شرط أنك تكون فلسطيني لحتى تدعم القضية الفلسطينية وتوقف جنبها، لا، بكفي أنك تكون كمان إنساني، وإنسانيتك ما تقبل هذا الظلم والقهر يلي عم بيصير. يا رب يكون النصر عن القريب، وإن شاء الله يا رب مشاهدينا أيامكم الجاية بتحملكم كل الخير. فاصل صغير ومنبلش مشوارنا الصباحي لليوم. وقبل ما نروح لمحطاتنا الصباحية ونستقبل أول ضيوفنا، خلونا نكون بأول تقرير ضمن صباحنا لليوم بمشاركة باحثين من دول عربية وتحت شعار الشباب فرص وإمكانيات وطاقات إيجابية. أقامت جامعة البعث مؤتمر علمي دولي بعنوان دور الكليات التربوية في الريادة المجتمعية، وذلك على المدرج الرئيسي في كلية التربية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بمشاركة باحثين من دول عربية وتحت شعار الشباب فرص وإمكانيات وطاقات إيجابية، أقامت جامعة البعث مؤتمر علمي دولي بعنوان دور كليات التربية في الريادة المجتمعية، وذلك على المدرج الرئيسي في كلية التربية. هذا المؤتمر يأتي إلى تعزيز دور الشباب في الإبداع، في تعليم الريادة، في استخدام التقنيات الحديثة من أجل أبنائنا الطلبة، من أجل ربط الجامعة بالمجتمع والاستخدام الحديث للتقنيات الحديثة. طبعا الهدف الأساسي للمؤتمر هو إمكانية زج الشباب في خدمة المجتمع من خلال تمكينهم من المهارات والخبرات اللازمة والضرورية. هذا الهدف الرئيسي للمؤتمر. دور كليات التربية هي في إعداد هذا الجيل اللي هو مخول بأنه يبني الإنسان، ونحن بحاجة لبناء الإنسان بعد فترة الحرب وفي مرحلة التعافي. مؤتمرنا مهم، موجه للشباب لأنه نحن منعول عليهم هاي الفترة كتير للنهوض بالمجتمع، وخاصة بظل الظروف اللي عم تمر فيها بلدنا. طبعا سيتناول مستجدات جديدة ضمن مجال التعلم والتعليم، بالإضافة للريادة المجتمعية التي تخص الشباب الجامعي من جهة، وتطوير العملية التعليمية من جهة أخرى. صراحة أول شيء التعليم الريادي مفهوم كتير مهم جدا بالمرحلة الراهنة، واللي بيعطي الشيء الأهمية أكثر هو وجود الشباب السوري بالمرحلة الصعبة اللي عم نمر فيها حاليا، بدءا من مرحلة الأزمة بال 2011 لحد هالوقت هذا. يستمر المؤتمر لمدة يومين، ويهدف إلى تمكين الشباب من الأدوات والمهارات والخبرات اللازمة لخدمة المجتمع وبناء الشخصية القيادية لديهم، وتعزيز مهاراتهم في التواصل ودور كليات التربية في حل المشكلات المجتمعية. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. مشاهدينا، كثير من الأوقات بنتعرض لوعكة صحية مفاجئة، لجروح، لحروق، للعديد من المواقف اللي ممكن تصير معنا أو مع أهلينا أو الأشخاص يلي حوالينا. أغلبنا ما بيعرف كيف يتصرف، أو ممكن ما عنده ثقافة صحية ومعلومات طبية عن أهمية الإسعافات الأولية بحياتنا. ودور كبير يا رشا اليوم لحتى نحد من أي مضاعفات قبل ما نروح للعيادة الطبية. صحيح،
هادي، مثل ما قلتي اليوم نحن معرضين وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها يعني بكارثة الزلزال، كان مفهوم الإسعافات الأولية جدا مهم، ولكن للأسف كان مفقود عند أشخاص كتير. اليوم هاي الإجراءات البسيطة يلي ممكن نحن نقدمها لأي شخص ممكن يصاب بأي حالة مرضية قدامنا، ممكن يكون طريق لنجاة لحياة أخرى يعني لبين ما وصل للطاقم الطبي المختص. لهذا الشيء كتير مهم اليوم نحن يكون عندنا وعي وثقافة صحية كتير مهمة بمفهوم الإسعافات الأولية، ونحن اليوم بزمن الكوارث بزمن الحروب وما بنعرف بكرة شو ممكن يخبي، لذلك خليها تكون هي عادة مثل أي عادة بحياتنا، وروح لنتعلم شو أهم القواعد الأساسية بالإسعافات الأولية. معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم هو الدكتور محمد هيثم فرحات، أخصائي بطب الطوارئ والعناية المشددة. يسعد صباحك حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، صباح النصر، صباح الفخر إن شاء الله والرحمة لأرواح الشهداء. آمين. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية يعني مثل ما ذكرنا الموضوع جدا مهم، لما نتعرض لأي حالة مرضية معينة أوقات بنوقف عاجزين ما بنعرف شو بدنا نساوي. طيب خلينا بداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالإسعافات الأولية. هلا الإسعاف الأولي شو يعني إسعاف أولي؟ هلا من التعريف الإسعاف الأولي هو رعاية طبية فورية ومؤقتة بأدوات وخبرات علاجية بسيطة لحين وصول المساعدة الطبية النهائية، وبالتالي نحن أفعال بسيطة ممكن تكون ممكن قادرين نساويها لحتى نقوم برعاية طبية الشغلة الأساسية لحين وصول المساعدة الطبية النهائية. هاي الإسعافات الأولية مو شرط اللي بده يقدمها إنه يكون هو طبيب أو يكون هو ممرض أو خبير، هاي شغلات لازم كلها تكون عنا معرفة فيها. الإسعاف الأولي هو ثقافة عامة المفروض تكون كلياتنا على دراية فيها. للأسف نحن ما عنا هالوعي الصحي لحتى نكون عنا دراية بمبادئ الإسعاف الأولي. ولهذا الشيء دكتور وخاصة بهذا الوقت يعني شفنا كيف الأحداث عم تتسارع بين كوارث طبيعية بين حروب بين نزاعات داخلية، خلينا نروح للأساسيات. اليوم كل حدا مسعف في مؤهلات مفروض يكون يمتلكها، غير المهارات الطبية في مهارات نفسية وجسدية. يعني اليوم أنا لا أقدر أنا أقدم هي الخدمة للشخص مفروض يكون عندي مثلا خلينا نقول بلعمي قوة قلب لحتى أقدر أنا أتحرك أو أقدم شيء صح. خلينا نحكي عن الأساسيات المهمة ببناء المسعف. لا أنا حقلك بالعكس، الإسعاف الأولي هو شغلة كلها لازم يكون فيها، وبالتالي ما المفروض أن يكون في مؤهلات كبيرة، هي شغلات بسيطة. يعني أنا مجرد مثلا لا سمح الله وقت بينجرح واحد دمي وبحط بس شغلة نظيفة فوق الجرح بسكر عليه، هذا إسعاف أولي، هذا كلياتنا بنساوي. بس أنا ما فيني أعمله. كلياتنا لازم نكون قادرين وقت يكون الشخص اللي قبال مننا شخص بالفعل هو غالي علينا ونحن بدنا نساعده رح نقدر انه نساعده. انا لهيك عم اقول لك القوة النفسية وال يعني احيانا القوة في ضعف يعني بيكون بمنظر ما يعني القوة النفسية هي شغلة من تركيب الشخص صح. ما شغلة ممكن يكتسبها الواحد مع بالممارسة او بالخبرة او بالحياة، فهي شغلة المفروض نوعا ما الواحد يكون فيه تدريب عليها، بس للأسف ما فينا كتير نحكي فيها. بس أنا بيهمني الشغلات الأساسية لازم نعرفها. أوقات الشخص ممكن يكون مسعف مو شرط مثلا يكون أنه شخص غريب. وقت الواحد لا سمح الله الشخص بيكون قريبك أو غالي عليك أنت ممكن تعمل شغلات ما ممكن تخطر بالك صح. نفسيا رح تقدر تعمل الشغلات عاطفيا يعني قصة عاطفة. فمشان هيك أنت المبادئ الأساسية إن شو غاية نحن الإسعاف الأولي مثل ما حكينا أول شيء رعاية مؤقتة الغاية منها صح. أول شيء تعزيز الشفاء، يعني الإجراءات اللي بيساويها ما بتضر المريض بدها تساعد بالشفاء منقذة للحياة. هي الشغلات الأساسية اللي بيعتمد عليها الإسعاف الأولي، هالمبدئين الأساسيات، وبالتالي هي الشغلات وقت الواحد يكون عنده معرفة وإلمام عام بيقدر يساويها. سابقا أذكر وقت كنا أطفال كانت هالشغلات هي ناخدها بالمدارس وقت كانوا يعلمونا إنه مثلا إذا واحد وقع شو تساوي له، إذا واحد قرصته حية أو قرصته عقرب شو يساوي. هي مبادئ أساسية للإسعاف الأولي المفروض من الصغر نحن يكون في تأهيل لها لحتى تصير عمل لا إرادي
انه وقت بيوعى واحد دامني اعرف شو بدي اساوي معه، شلون انقذه، شلون اقدم له الشغلات الاساسيه. فهي شغلات لازم تكون عندنا كلياتها، وهي ثقافه عامه. ونحن انا كرئيس رابطه اطباء الطوارئ والعنايه المشدده اخذنا دور لنشر هالوعي الصحي بالاسعافات الاوليه. حاليا عم يصير اشراف على دورات الاسعاف الاوليه اللي عم تصير بالبلد من قبل هالرابطه هي، لحتى تكون المعلومات التي تقدم هي معلومات صحيحه، لانه الاسعاف الاولي هي ثقافه عامه لازم كلياتنا نكون عندنا درايه فيها. تمام دكتور، خلينا ننتقل نحكي عن الحالات اللي تستدعي وجود الاسعاف الاولي. شو الامراض او شو الامور الاعراض اللي ممكن تظهر عندي وانا لازم خلص لازم يكون عندي ثقافه بالاسعافات الاوليه؟ هلا الاسعاف الاولي هو بيصير لحادثه، المرض ببلش بالتدريج، بتظهر عليه اعراض، هون انا براجع طبيب. بينما انا وقت بصير مثلا قدام مني حادثه لا سمح الله، واحد طرقته سياره، هي حادثه مفاجئه، هون بيكون دور الاسعاف الاولي. بينما مثلا وقت مثلا واحد تألم من بطنه، هي حاله مرضيه، راح راجع طبيب، غالبا بتكون الطبيب هو اللي حيقول عليها، بس الحادثه هي اللي بدها اسعاف اولي. اول مبدا واهم شغله بالاسعاف الاولي هو الامان. شو بنعني نحن بالامان؟ بعني أمان المصاب وأمان المسعف. يعني مو معقول أنا أجي بدي أسعف شخص نكون بمصاب واحد نصير باثنين، شخص موجود بنص الطريق طرقته سيارة أركض بدي ساعده تجي سيارة تطرني أنا الثاني صرنا اثنين. شخص لا سمح الله غرقان وأنا ما كتير بعرف أسبح انزل بدي جيبه مشان ساعده ونصير رحنا اثنين. فأول شغلة من أساسيات الإسعاف الأولي هي الأمان، حافظ على أماني أنا كمسعف وأمان المصاب. فمشان هيك اول شغله بنحاول ناخذ المصاب لمكان امن ما نكون معرضين للخطر، لحتى بلش اقدم له الاسعافات الاوليه. اول شغله بقى بالاسعافات الاوليه هي انه تحافظ على طريق الهواء سالك، انك تتاكد انه في تنفس، انه في دوران. هي الشغلات الاساسيه، معناتها ان هذا الشخص قدام مني في حياه، اجهزته الاساسيه قادر أن تعمل بوجود هالشغلات، طريق الهواء والتنفس والدوران. بعدين ببلش فتش على الإصابات اللي بدي أدعمها ريثما تصل الرعاية الطبية النهائية. أكيد. دكتور، اليوم عم نعيش يعني خلال إذا انتقلنا لغزة، اليوم في وضع خاص مأساوي خلينا نقول، وشفنا الأيام الماضية الكارثة اللي حصلت على المشفى. يعني صرنا نشوف أخبار أنه تم إجراء عمليات بدون تخدير، تم إسعافات من قبل أطباء مختصين بالشوارع لعدم توفر المكان والأدوات الطبية اللازمة. ونحن مرقنا بكارثة الزلزال وكان في عنا إصابات بسبب عدم ثقافة الوعي بموضوع الإسعافات الأولية. ما نعرف نحن شلون ما نتعامل مع الشخص اللي تحت الأنقاض أو مصاب بجروح كتير قوية. خلينا نروح لهاي الفترة، إن كان نزاعات إن كان حروب وإن كان كوارث طبيعية، شو هي أهم الحالات اللي بتستدعي الإسعافات الأولية؟ أولا كلياتنا قلبنا مجروح على اللي عم يصير بغزة. صحيح. الوضع هنيك وضع كتير مأساوي. خلينا احنا بالوضع الصحي، انا وقت تكون امام كارثة اكيد في اشخاص لهم دور انه يطالعوا هالاشخاص من تحت الانقاض. انا دوري كمسعف مثل ما حكينا اول شيء الامان، انه انا وقت بدي اجي طالع حدا من تحت الانقاض رح اعرض حالي للخطر. في اشخاص هن دورهم بهالشيء هذا، بس وقت بيصير المصاب برا هون مثل ما حكينا الثبات، نحن الكوارث هي فيها ردود، وهون نحن بنخاف على ردود الجملة العصبية، لأنه أنا إذا ما تعاملت صح مع ردود الجملة العصبية أنا بكون أمام أنقذت الحياة بس قد أدي لشلل دائم مدى الحياة عند هالشخص هاد. لذلك أول شيء موضوع نحافظ على ثبات العمود الفقري وخاصة العمود الرقبي، إنه أي شغلة حافظ على إنه العمود الرقبي يكون بشكل مستوي، ما يكون في ميلان، ما يكون في حركات مفاجئة للعمود الرقبي بشكل خاص والعمود الفقري بشكل عام. حالات النزوف اللي هي حالات مهددة للحياة كمان، إني سيطر على النزوف. كيف بدي سيطر على النزوف؟ مجرد وجود قطعة شاش نظيفة تحطها فوق الجرح هي كافية، انك مع الضغط المناسب هي كافية انك تسيطر على النزف. ما في داعي لا حط الثقافات العامة اللي بنعرفها، نحط بن ونحط قهوة ونحط رب البندورة مشان تسيطر على النزف، هذا كلها اجراءات خاطئة وبتسيء للجرح مستقبلا. قطعة شاش نظيفة كافية. بالحالات الشديدة جدا اللي بتأدي لا سمح الله لبتور الأطراف قد نلجأ انه نمسك شيء ونشده على الطرف كلياته في حالات البتر فقط لا غير، وليس في الحالات العادية انه نحط نشد الطرف كلياته.
فأهم شيء هو مثل ما حكينا نحافظ على الحياة ونحافظ على الثباتية بحالات الكوارث والردود والانهيارات. نعم، ودكتور ذكرت نقطة كتير مهمة أنه اليوم في إجراءات خاطئة وشائعة عند الناس اليوم بهذا الموضوع، رح نرجع نضوي عليهم، ولكن يعني بعد ما حكينا عن أهمية الإسعافات الأولية بحياتنا، خلينا نوضح اليوم شو هي المعدات الموجودة بحقيبة الإسعافات الأولية، شو هي الأدوات اللي لازم تكون موجودة اليوم داخل كل بيت حتى احنا نكون متأهبين وجاهزين لأي مشكلة ممكن تصير. هلأ الأدوات هي أدوات بسيطة متوفرة عنا كلياتنا. بالإسعاف الأولي احنا بنلجأ لأي شيء موجود بالطبيعة قدام مننا، قد تكون شقفة خشبة لحتى نثبت فيها، قد تكون قطعة قماش، بس هذا لا يمنع أنه يكون في عنا شوية احتياطات. هالاحتياطات هي ممكن تكون أربطة شاش، ممكن تكون المسكنات البسيطة، المراهم المضادة للحروق الموجودة، هي هي المطهرات ومعقمات الجروح، هي الشغلات الأساسية اللي ممكن نتحضر أنه تكون موجودة. بس وقت يكون في إسعاف أولي أنا أي شيء ممكن استفيد منه لحتى قوم بالإسعاف الأولي. طيب دكتور، بما أنه بلشنا الفقرة بضرورة ثقافة الوعي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، وحضرتك ذكرت أنه أنتوا اليوم عم تروحوا لكورسات لتعليم مبادئ الإسعافات الأولية، خلينا نشرح أكثر اليوم. اليوم مين الشخص اللي قادر يدخل بهي الكورسات؟ هل نحن بشكل عام قادرين؟ خلينا نحكي أكثر اليوم، خلينا تكون إعلان من خلال شاشة الإخبارية كرمال الناس يعني تستفاد أكثر. أي شخص بيلاقي بحاله انه قادر يقوم بهالشغلة هي بيقدر يتوجه للكورسات. هي لا بدها لا شهادات علمية ولا بدها مستوى علمي او مستوى ثقافي، لانه هي ثقافة حياتية بنعيشها كلياتنا. اي واحد فينا معرض وهو عم يشتغل انه تنطرق ايده، شو بده يساوي؟ انه يصير معه جرح، شو بده يساوي؟ فهي كلياتنا، وبالتالي ما هي ليست بحاجة الى اي مؤهلات. في مراكز مختصة عم تقوم بدورات لتعليم مبادئ الإسعاف الأولي تحت إشراف مثل ما حكينا الرابطة السورية لطب الطوارئ والعناية المشددة، فيه يتوجه الشخص لإلها. نحن ما بدنا نحدد بالضبط مين بالاسم، بس موجودة عنا بالبلد، بياخذ مبادئ الإسعاف الأولي بشكل صحيح عن طريقهم. قدام الديتاع دكتور؟ هلأ الكورسات عالمياً مدتها تتراوح، بيحسبوها بالساعات ما بين 24 ل 36 ساعة. نعم. تدريب وتعليم. نعم. خلينا كمان نعطي أمثلة اليوم نوضح للعالم أهمية الإسعاف الأولي. اليوم كثير من الأشخاص بحياتنا، والشيء الشائع يلي بنشوفه دكتور إنه ممكن يصير معه الشخص جلطة قلبية أو سكتة دماغية، هون إحنا منوقف متربطين يعني ما بنعرف شو بدنا نتصرف. خلينا نوضح اليوم شو هي الحالة الصحيحة. هلا بالنسبة لموضوع الجلطة القلبية، وتكون إحنا متأكدين إنه الموضوع جلطة قلبية، نحن كأشخاص عوام ممكن ما نعرف إنه جلطة قلبية، بس شو هي أعراض الجلطة القلبية؟ أعراض الجلطة القلبية هي ألم، بصير ألم صدري بيترافق كتير أوقات، الألم الصدري بينتشر للذراع، بيترافق مع حس غثيان، مع عالية نفس، مع تعرق. هون بشك أنا أنه جلطة قلبية. ما فيني أكد تشخيص لتصل المساعدة الطبية النهائية، هنا بيأكدوا التشخيص. أنا هون أهم الشيء حافظ على هدوء المريض. أهم الشيء ما في داعي أنا إذا كنا متأكدين شخص معرض، شخص كبير بالعمر، ممكن أعطيه فقط هو الأسبرين، أربع حبات أسبرين كبداية. هذا إذا كنت متأكد، إذا ماني متأكد أكيد ما بعطي هذا الشيء. التشخيص هذا اللي بيحطه الطبيب. هذا الشيء اللي أنا بتاعي. كيف متأكد مثلا؟ أنا بعرف مثلا أنه هذا الشخص مثلا عنده صوابق قلبية، عنده احتمال كبير اجته هالأعراض هاي، الأغلب هو ممكن باشر، ممكن تكون جايته قبل بمرة حكيم يعني. إذا ماني متأكد أكيد ما بلجأ لأي دواء، لأنه الإسعاف الأولي مو شرط يكون فيه إعطاء للأدوية. الحفاظ على الهدوء، ما خلي هالشخص هذا يبذل جهد، لأنه الجهد بيحتاج عمل إضافي من القلب. أنا ما بدي القلب يشتغل عمل يعمل عمل إضافي، واتصل بالأشخاص اللي قادرين يقدموا المساعدة الطبية، إما أنقل المريض للمشفى أو كادر طبي مؤهل هو اللي يجي لعنا. أكيد اليوم ما عم نشوف الكوادر الطبية موجودة ضمن سيارات الإسعاف، يعني وهي عم تعمل خطوة جدا إيجابية. مثل ما قلت حكيم، اليوم إذا نحن ما متأكدين التشخيص ممكن روح بالمريض لوضع أسوأ، فخاصة بالمواضيع الجلطات القلبية. خلينا نرجع نركز على الظروف اللي عم نعيشها. كثير من حالات الاختناق ممكن تصير بسبب القذائف، بسبب النزاعات، حالات من الجروح البالغة. الإسعاف الأولي لحدا موجود
تحت الركام، حدا بضمن أجواء غبرة كتير قوية، يعني شو هو الإجراء الصح لنحنا نضمن أنه اليوم التنفس عنده صح؟ هلأ بالنسبة للأشخاص المحتجزين تحت الركام أو بأماكن مغلقة، الشيء الأساسي هو الهواء النظيف، هذا متوفر عنا. متى ما طلعنا الشخص لبرا فبلش ياخذ هواء نظيف، ما نتجمع كلياتنا حواليه بحيث انه كلياتنا بنعرف انه كلياتنا بدنا نساعد، بس اوقات التجمهر هذا هو بحد ذاته ممكن يكون كارثه بالنسبه للمريض. يخلي المجال مفتوح لحتى يتنفس، يتاكد انه طريق الهواء مفتوح. انا كيف اتاكد انه طريق الهواء مفتوح؟ مجرد يتاكد انه الراس على استقامه مع بسط خفيف للراس، ما عم بقول بسط كامل لانه انا هون بخاف يكون في اذيه او رضع العمود الرقبي، بسط خفيف للراس، رفع الدقن، انا حررت مجرى الهواء، الصدر عم يطلع وينزل عم يتنفس، فانا هيك بكون امنت هالاشخاص اللي كانوا محتجزين مشكله الاختناق انه بلشوا ياخذوا هواء نظيف. كان في امكانيه وصل فريق الاسعاف الاولي في دعم اكسجين، هذا صار افضل، بس ما كان في امكانيه، الهواء هو بحد ذاته هو كافي فقط لا غير بالنسبه للاشخاص المحتجزين والمعرضين لامور. واذا ما كانت الحاله هي موجوده دكتور، ونحن ما عندنا معدات اليوم، نحن بحاله حرب، انا قلت هواء نظيف، طلعوا على الهواء نظيف فقط لا غير. اليوم نحن حركات من خلال ايدين نقدر ندعم الصدر. هلا بالنسبه لهالحركات هي انا رديت قلت محتجزين، خفت من موضوع الردود. انا وقت انا بدي احرك له ايديه بحيث اني اعمل فرط تمدد لعضلات الصدر لحتى يفوت الهواء ويطلع، انا بس بعد ما تاكدت انه التنفس موجود والقلب شغال، لانه اذا هدول مو موجودين في اجراءات ثانيه بدي اساويها، كيف بدي ادعم الدوران. فانا بخاف من الحركات هي تعمل حركه خاطئه على العمود الفقري، فانا بكفي انه اتاكد تنفسه جيد وهواء نظيف، انا كافي بالنسبه للاشخاص المحتجزين. تمام. ويمكن اليوم حالات الاختناق عديدة وكثيرة، إذا بدنا نذكر الأنواع يمكن ما بنخلص. اليوم ربات المنزل يلي بتلاقيهم عم يخلطوا الفلاش مع الكلور مع المعطر، هون ممكن يؤدي لحالة اختناق ويسبب كثير مشاكل. طيب كمان خلينا نحكي عن الاختناق عند الأطفال دكتور. هلا هي الحالة اللي ذكرتيها هون ما هي اختناق، هي تخريش. تخريش هون عم يصير تخريش لمجرى التنفس. الهواء النظيف ومباشرة إلى المشفى، لأنه هدول بحاجة لدعم تنفسي، بحاجة لحتى شيء لحتى نخفف من هالتخريش هذا، بحاجة لأكسجين رطب. بالنسبة عند الأطفال موضوع الاختناق غالبا هذا بيكون الأطفال تعرف أي شغلة ممكن يحطوها بيتموا تماما هون، فهي بتسكر مجرى التنفس. هي النقطة اللي كنت عم أقولها، نأمن إنه مجرى الهواء مفتوح. انا هذا الطفل وقت حط شغله بتمه، انا شلون بدي افتح له اياه؟ تمام. اكيد مو مثل ما بنشوف الافلام بنمسكه شو اسمه وبندحه على ظهره، لا، انا بكفي انه يكون بوضعيه وقوف تقريبا حسب عمر الطفل. شو اسمه بوضعيه وقوف تقريبا ميله لقدام 4-5 ضربات على ظهره لحتى تساعد هالجسم هذا يتحرك، وباكد وضعيه الميلان مشان اذا طلع يطلع لبرا دغري مباشره الجسم. ما قدرت احصل على انه الجسم يطلع، ممكن الجا لضغطات بطنيه مع دعم الصدر لحتى نساعد. نحن بنقول مناوره هيملخ لحتى نعمل ضغط عالي داخل الصدر يدفع هالجسم هذا خارج مجرى التنفس، وبناوب بيناتهم ريثما يصل فريق الطبي المؤهل لهالاجراء. هي هذا ضربه ما بنعطيه خذ اشرب مي ورا منا، انه ممكن نزيد المشكله، انه فكرنا المرأة نحن لو كان الجسم موجود ضمن مجرى الهضم رح يمرق ما عندي اي مشكله ما بيأثر على التنفس، بس اذا موجود مجرى التنفس نقطة المي ممكن كمان هي تفوت لمجرى التنفس تعمل لي مشكلة ثانية. 4-5 ضربات ظهرية مع إمالة الشخص نحو الأمام، ضربات خفيفة طبعا، ما قدرنا ضغطات بطنية على الحجاب الحاجز تماما على الحجاب الحاجز تقريبا لحتى تساعد انه ترفع الضغط، مو اكثر من هيك عند الاطفال. اكيد. طيب دكتور خلينا نستفيد من الوقت اللي بقي ونروح للاخطاء الشائعه بالاسعافات الاوليه، شو اهم الاخطاء اللي ممكن حضرتك كطبيب طوارئ بتسمع فيها؟ نحن عم نرتكبها ولكن بشكل عفوي ومن محبه، خلينا نقول يعني خلينا نضوي عليها. اول خطا بالنسبه لحالات الجروح بيصير فينا كثير اوقات، اي شخص معرض لجرح بيقوم بجرح طبعا نازف، الاشخاص مباشره بيلجأوا انه يحطوا عليه شغلات لحتى فكرهم يوقفوا النزف. النزف ما بيخوف، انا كميه الدم الكبيره هي اللي ممكن تاثر على الدوران. هذا النزف اللي بيصير غالبا هو نزف بسيط، انا كافي انه شقفه شاش او قماشه نظيفه اضغط على الجرح، كافي انه تسيطر على النزف قد ما كان كبير، حتى لو كان نزف بوعاء كبير الضغط الشديد
بيوقف لي هالنزف، فما في داعي يحط شيء فوق النزف. هي واحدة من الأخطاء الشائعة اللي بتصير، الحروق وقت بينحرق حدا مباشرة، رب البندورة والعسل ومعجون الأسنان، مي فقط لا غير، ماء وشاشة نظيفة كافية إن تبرد الجرح. الشغلة الثانية حالات التسممات، وخاصة عند الأطفال، شرب مثلا بنزين أو مازوت، أو مباشرة بيقولوا لك أعطيه مي، أعطيه حليب، أو خليه يستفرغ. والكارثة عند يستفرغ، لأنه هي مواد طيارة، وقت بيجي الطفل هذا بيستفرغ وبتفوت على الرئة، بتعمل لي أنا ذات رئة كيماوية، وهي مشكلة أكبر. فأنا هدول الأشخاص اللي تعرضوا لأنه شربوا هالمواد هاي، لا تعمل لهم أي شيء، بس خذهم لأقرب مركز صحي، لأنه هالمواد هاي رح تطلع مع الهضم، ما رح تأثر. عملت الأذية وهي فايتة، ما في داعي ترجع تكرر الأذية. بس كتير دكتور بنسمع بالمواد السامة اللي بتدخل الجسم، يعني هي قديمة، إنه حليب أو لبن، يعني إنه ممكن ما يخلي هذه المادة تنتشر بالجسم. هلا هو مو ما يخلي المادة تنتشر، أنا هون اللي بصير إني بلجأ إني مدد هالمواد هاي لحتى خفف من تركيزها. هاي الغاية منها، مو إنه ما تنتشر. في عندي مواد نوعية خصوصي لحتى أعطيها لحتى تعاكس عمل هالشغلات اللي أخذناها عن طريق الخطأ. ويمكن دكتور لسه في الأشخاص الكبار بالسن ما ذكرنا عنهم. ختاما وبشكل سريع، اليوم قد ايه مهم نحن ننتبه لأدويتهم، ننتبه إذا في عندهم ارتفاع أو انخفاض بضغط الدم، نعرف وضع السكري عندهم. هلا بالنسبه لهدول الاشخاص الكبار بالعمر، كثير اوقات بصير عندهم خربطه بالادويه، لانه بكون ادويتهم كثيره. هلا هون وقت نحن صرنا عند دواء اخذه بالغلط، انا ما عاد فيني بالبيت طلعه بشكل مباشر، هون انا الجا للفريق الطبي لحتى هو يساعدني. تاثير الدواء ما راح يكون مباشر، مو وقت بياخذ الحبه مباشره راح يصير التاثير، لبين ما تصل للامعاء ويصير امتصاص، في وقت الطبيب قادر انه يتصرف معهم. الكبار بالعمر كثير بهمني ناكد على حركتهم، لانه الحركه الخاطئه ممكن تؤدي لكسور عفويه عندهم، تكون حركتهم بطيئه، ما يعملوا حركات مفاجئه. اكيد بدنا نشكرك دكتور محمد لحضورك اليوم، لكل المعلومات اللي ذكرتها اليوم جدا مهم نحن نكون بوعي كامل لهيئة الثقافة، وإن شاء الله يعني نحن ما بنحتاجها ولكن هي ضرورية. شكرا. الشكر موصول لكم، والله يعطيكم العافية على مساعدتنا بنشر هالثقافة الصحية اللي هي أساسية لنا كلياتنا بكل الأوقات، وخاصة بهالظروف هي، ظروف الحرب وظروف الكوارث العالمية. أكيد بدنا نشكرك كثير دكتور وعلى كل المعلومات الطبية المهمة اللي قدمتها اليوم، أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور، ونحن أكيد مكملين بمساحاتنا الصباحية، وكل مثل العادة نحن بنروح لنعرف أكثر عن أحوال الطقس، وخاصة نحن بلشنا هيك نشعر ببرودة كتير قوية، وخاصة بساعات الليل يا هايدي. أكيد يا رشا، رح نكون مباشرة باتصال هاتفي مع الأستاذ حسن الجردي لنتعرف على أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. أستاذ حسن، يعني بالفترة الماضية شهدنا انخفاض بدرجات الحرارة، اليوم ما عم نسمع أنه في بالأيام القادمة في ارتفاع بدرجات الحرارة، شو صحة هي المعلومة؟ وخلينا نوضح بشكل عام كيف عم تكون درجات الحرارة بمحافظتنا السورية. تكرم عينك، بداية صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك. بالنسبة للأحوال الجوية مثل ما تفضلت وذكرتي، نحن بالجزء الأول من فصل الخريف والحمد لله هيدي السنة كانت بداية مبشرة وخيرة. الأمطار بلشت الحمد لله منذ البدايات الأولى لفصل الخريف، وهطولات كانت جيدة ومتميزة بالمناطق الساحلية بالشمالية الغربية ووصولا إلى الوسطى، أغلب المناطق الحمد لله كان فيها هطل مطري خلال هيدا الجزء الأول، باستثناء المنطقة الشرقية كان فيها الهطل حتى الآن قليل ونادر جدا بأجزاء من هذه المنطقة فقط. هلأ بشكل عام نحن بلشنا نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في عنا عم يترافق بتيارات غربية بطبقات الجو العليا، رح يكون معنا خلال هذه الأيام القليلة القادمة هذا الأسبوع كلياته تقريبا، رح يكون عنا حالة استقرار تام بالنسبة للحالة الجوية. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ببلغ الذروة نهار الاثنين والثلاثاء بهيدا الأسبوع، حرارة رح تكون أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية، أجواء حارة نسبية في أغلب المناطق، إلى أجواء حارة وسلمية رح تكون بالمناطق الشرقية والبادية السورية. هلأ اليوم رح نحن نكون عم نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم ترافق بتيارات غربية بطبقات الجو العليا، بشكل عام عم تستمر درجات الحرارة بارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بنصبحه الغائم جزئيا بشكل عام. أجواء عم تكون خلال ساعات النهار دافئة، وخلال ساعات الليل عم تكون باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية،
كما يحذر من تشكل الضباب بالمنطقة الوسطى والقلموت، الرياح عم تكون شرقية لشمالية شرقية بالخفيفة والمعتدلة بالمنطقة الساحلية والجنوبية، بينما تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر 26 درجة مئوية، ورطوبة عم تكون بالمناطق الساحلية مرتفعة عم تتراوح من 60% لـ 90%، بينما في المناطق الداخلية عم تكون الرطوبة عم تتراوح من 45% لـ 80%. هلا بشكل عام حالة الاستقرار مثل ما ذكرت رح تكون هي سيدة الموقف خلال هيدا الأسبوع، رح يكون الارتفاع بدرجات الحرارة تدريجي ومستمر حتى نهاية هيدا الأسبوع لحتى تبلش الحرارات تميل للانخفاض. نعم. من يوم الأربعاء خلال ساعات بعد ظهر يوم الأربعاء بتميل للانخفاض بشكل طفيف. بيكون الانخفاض الأربعاء والخميس بالدهشة على أما الأيام من بداية هيدا الأسبوع حتى يوم الأربعاء رح يكون ارتفاع واستقرار بدرجات الحرارة ذروة النهار الاثنين والثلاثاء، ومنتصف هيدا الأسبوع الأجواء بتكون خلال ساعات النهار أجواء حارة نسبيا بمعظم المناطق، بينما تكون أجواء حارة إلى سدمية بالمنطقة الشرقية والبادية. هلا دائما نحن بنحذر في مجموعة من التحذيرات خاصة بهذه الفترة وهيك أجواء، بنحذر من الفروقات بدرجات الحرارة بين الليل والنهار، لأنه دائما الأجواء بالليل عم تكون هلا أجواء مائلة للبرودة وخاصة بالمرتفعات الجبلية عم تكون أجواء باردة، بينما خلال ساعات النهار عم تكون أجواء دافئة نوعا ما. وبنحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بالمنطقة الوسطى والقلمون بسبب تشكل الضباب بهذه المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 27-17 القنيطرة، 26-14 القلمون المرتفعات الجبلية، 19-8 درعة، 30-16 السويداء، 27-17 المنطقة الوسطى، 25-17 حماة، 27-17 الحسكة، منطقة الجزيرة 31-15 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 31-20 بالشمال حلب وإدلب، 27-14 دير الزور الرقة البكمان المنطقة الشرقية، 30-15 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 28-14. أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان جردي على المعلومات اللي قدمت لنا إياها عن أحوال الطقس بالأيام القادمة. وأكيد نحن مكملين بمشوارنا الصباحي، لوين نحن ننتقل يا رشا؟ هنروح لتقرير وحنروح لتصفيات آر أتش ماس، هي التصفيات المحلية للمسابقات العالمية الخامسة للحساب الذهني، أقيمت في صالة البطولات بالحمدانية وكانت بمشاركة جمعية سرطان الأطفال وجمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي مع زميلنا وليد هنايا لنعرف أكثر عن هي المسابقة. التصفيات المحلية للمسابقة العالمية الخامسة للحساب الذهني RH ماس أقيمت في صالة البطولات بالحمدانية. نحن اليوم بمحطة هامة جدا، لمحطة الاستثمار في المستقبل لسوريا، لأن أداة المستقبل هي الطفل. طبعا لما بهالمحطات هي تسهم بشكل كبير في إغناء الحركة الذهنية للطفل، تفتح آفاقه أكثر، تجعله قادر على المحاكاة والمحاكمة العلمية بشكل أكثر. باجتماع 160 طفل من محافظة حلب حنشارك بمسابقتنا العالمية الخامسة على التوالي، ومننا حننطلق للمسابقة العالمية اللي حتصير ب 25/11 من هذا العام. الجمع والطرح الضرب القسمي رح يشاركوا عن طريق هذا البرنامج. نحن قادرين ان نحرك دماغ الطفل، نشغل دماغ الطفل، وهذا الشيء بينعكس على مستوى العام بشكل عام، بيعمل له شدة تركيز، قوة تركيز، شدة انتباه. الأطفال المستقبل اللي هن رح يبنوا سوريا القادم، اللي رح إن شاء الله يدافعوا عن سوريا بعلمهم وبعقولهم المفكرة. وبمشاركة من جمعية سرطان الأطفال وجمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة تأهل 30 بطلا للمسابقة العالمية. مسابقة بتوترنا، بس لازم يكون قد التحدي وناخذ الأول. أنا اليوم متشجع لأني رح أقدم على مسابقة الحساب الذهني على حلب. RH ماس أثر كتير بحياتي الدراسية، تحسنت كتير بالرياضيات، له كتير فائدة. هو تنمية للذاكرة والذكاء، وبفيدنا أنه نقدر نحل معادلات بدون آلة حاسبة. الحساب الذهني بفيدنا بالرياضيات. الحساب الذهني فيه له كتير فوائد، منها الحساب السريع. هذا النوع من الحساب يعزز سوية الأطفال العلمية من خلال مشاركتهم
بطولاتهما في مسابقات محلية وعالمية باختصاصات الأبكوس والمعداد والخيال. يعزز الحساب الذهني قدرات الأطفال بإنجاز العمليات الحسابية من خلال السماع والرؤية وتقديم النتيجة بالسرعة المطلوبة. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. أما هلا حنروح للفقرة النفسية والتربوية، وضروري كتير ضمن الأيام اللي عم نعيشها نضوي على موضوع الحالة النفسية العامة عن جميع الناس. وإذا اليوم بدنا نخص الحدث الأهم يلي متصدر جميع الشاشات العربية والمحلية والدولية، فأكيد اليوم قطاع غزة هو العنوان الأول لهذا الحدث. الصور اللي عم نشوفها، الأخبار، الفيديوهات، أكيد إلا تأثيرها النفسي والسلبي علينا جميعا. اليوم مو ضروري نحن نكون ضمن هذا الحدث حتى نفسيتنا تتأثر. بكفي الصور اللي عم نشوفها، بكفي الممارسات الهمجية ولا شرعية على غزة، صور الأطفال، صور الأمهات، المناشدات الإنسانية اللي عم نشوفها كلها عم تكون لها تأثير جدا سلبي علينا. ويمكن عم نقضي بعضنا حالات نفسية سيئة عم تأثر على نهارنا بشكل مباشر، ولكن نحن إذا بدنا نرجع نحن ما قادرين نحدد اليوم نحن شو سبب هذا الحالة النفسية. صحيح يا رشا، يمكن مثل ما ذكرتي إذا نحن الكبار عم نتأثر اليوم بهي المشاهد، فما بالك بالأطفال الصغار يلي يوميا عم بشوفوا هي المشاهد، ويوم عن يوم يمكن عم نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شاشات التلفزيون، هي الأفعال اللا إنسانية يلي عم يرتكبها العدو المحتل واللي عم تتصدر كل هي المواقع. اليوم ضمن محطتنا رح نحكي عن أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهدول الأطفال كرمال ما يأثر على نفسيتهم وشخصيتهم بالمستقبل. تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور حسام الشحاذة، المختص بتقديم الدعم النفسي في وقت الكوارث. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. من جميع المشاهدين والرحمة لشهداء الشعب أمين. الفلسطيني، والشفاء العاجل للجرحى والنصر لقضية شعبنا في فلسطين. صباح الخير دكتور، وآمين إن شاء الله هيك بنجتمع بلقاءات النصر، تكون هاي الأيام هي صح ذكرى سيئة ولكن يكون الأخبار المفرحة قادمة للأيام اللي جاية. آمين يا رب. دكتور، لو عم نشوف قصص ومشاهد يعني غير منطقية وغير أبدا يعني فينا نقولها بالموضوع الإنساني، يعني اليوم صار تجاوز جدا لجميع القوانين الدولية اللي بتحمي الإنسان. اليوم عم نشوف استهدافات مباشرة للمدنيين، لدور العبادة، للمشافي، لكل شيء محظور. اليوم صار في عم نشوف هدول الصور ما حيمرقوا مرور الكرام على أي حدا اليوم عم نشوفنا، ولكن اليوم عم نحكي عن أطفال ومراهقين وتأثير مباشر عليهم على النفسية. تمام. هلأ نحن بالبداية لابد من أنه ننوه ونأكد على موضوع أنه هذه الممارسات التي يقوم بها العدوان الصهيوني لا تندرج إلا تحت بند العمل الإرهابي الممنهج وفق التوصيف الإنساني وفق توصيف قوانين العلاقات الدولية. ولا ننسى دائما ولا بد من التذكير بأن الكيان الصهيوني مصنف دوليا على أنه كيان إرهابي. فنحن ما أنا مستغربين من هذه التصرفات كبالغين، لكن نحن دائما هدفنا من أي حلقة العلاقة بالدعم النفسي في فترات الكوارث الطبيعية والمصطنعة، هدفنا الأطفال والمراهقين. هلا رح نوه لموضوع كتير مهم كمان من خلال السوشيال ميديا ومقاطع الفيديو اللي شفناها. حقيقة نحن نستمد أو يجب أن نستمد مؤشرات أو معايير الصلابة النفسية والثبات الانفعالي من الأطفال غزة ومراهقين غزة وشباب غزة. يعني شفنا كثير مقاطع فيديو أنه طفل فلسطيني عم يصور الحرب على بعد أمتار وعم يصور الطيارة وهو مبتسم. فما بالك أنه لأي لك شغلي هلا بعلم النفس الحديث أو علم النفس المعرفي أو علم النفس اللي له علاقة بالصدمات في فترات كوارث طبيعية أو المصطنعة، من الطبيعي أن تظهر لدى الإنسان ردود فعل خوف وهلع بسبب كارثة طبيعية أو مصطنعة أو شيء له علاقة بالإرهاب. طيب أنت عم تشوفي طفل جنبه أعمال الدمار والتخريب الإرهابي الممنهج الذي يقوم به الكيان الصهيوني، ومع ذلك ماسك هالموبايل وعم يصور نفسه وعم يصور الحرب، يحاول يوثق قدر الإمكان مثل البالغين وينقل لنا الصورة بشكل واضح
ولا مو هيك، في مقاطع فيديو تاني امام مجموعه من الجنود الصهاينه الارهابيين عم يحاول طفل لابس شنطايته عم يخترقهم ويقول لهم انا بدي اروح على مدرستي، تمام. مقاطع تانية اكثر تاثيرا اللي عم يجي جندي صهيوني ارهابي عم يقول له للطفل انت ضليت الوحيد الموجود بهذا البناء، اطلع مشان نحن بدنا نفجر البناء. قال له لا انا ماني طالع وهي ارضي وهذا بيتي. فشوفي مستوى الصلابه النفسيه والثبات الانفعالي اللي هن عم موجود عند اطفال غزه. لكن مع ذلك لابد لنا من يعني تقدير اسوء الاحتمالات فيما يتعلق بالدعم النفسي فترات كوارث طبيعيه او المصطلحات. خلينا هلا بس نحن نعرج على مفهوم الدعم النفسي او مفهوم الصدمات النفسيه. هي ردود افعال سلوكيه ناتجه عن او استجابه، هي ردود افعال استجابه لكارثه طبيعيه او مصطنعه ادت الى مثلا بروز بعض المشاعر اللي هي الخوف، الهلع، عدم الشعور بالامن، فيما بعد الاكتئاب، القلق، العزله الاجتماعيه، فيما بعد لاحقا خصوصا طبعا عند الاطفال المراهقين فيما يتعلق بتراجع التحصيل الدراسي او التسرب الدراسي او ما شابه ذلك. هلا تصنف مصادر الصدمات النفسيه اللي هي مصادر طبيعيه مثل الزلزال، اعصار، بركان، ما شابه ذلك، والكوارث المصطنعه اللي هي مثلا حروب، نزاعات مسلحه، حوادث السير، حوادث السكك الحديديه، وصنف اليها او اضيف اليها تصنيف اخر وهو الاستيقاظ اثناء عمل جراحي، يعني تكون نسبه البنج غير كافيه فبيشوف شخص نفسه انه يعني بحاله عمل جراحي والاطباء عم يشتغلوا فيما شابه ذلك. طبعا بفترة الحرب على سوريا نحن عانى الأطفال المراهقين من شيء مشابه، تولدت عنا شريحة جديدة من فئات الأطفال المراهقين والشباب اللي هي المصابين بإعاقات مكتبسة سواء حركية أو سمعية أو بصرية أو لها علاقة بالنطق أو اضطرابات ذهانية أو بسبب مشاهدة أعمال العنف والإهراب. طبعا برامج الدعم النفسي هون تمام هون دكتور يكون التفصيلي فيها شوية، يعني يطول الحديث عن المقاطع الفيديو والمشاهد المؤلمة أكيد. يلي ذكرت حضرتك ويلي أخذنا منها صور كتير ورسائل من هدول الأطفال يلي عندهم إرادة. طيب ذكرت حضرتك عن برامج الدعم النفسي، خلينا نوضح اليوم أهم هاي البرامج لنخفف يمكن من أعراض الصدمات النفسية عند الأطفال والمراهقين. تمام، هلا هي الصدمة النفسية أو الحدث أو الأكسيدان هو مثير خارجي، نحن بعلم النفس هو بالنسبة لنا مثير خارجي أدى إلى ردود أفعال، هاي الأفعال هي صدمات وشدة ما بعد الصدمة. هلا نحن بدنا نحكي أول شيء عن المعايير لحتى نحن نحكي شوي معايير التشخيص لحتى نحن نحكي بمعايير أو بأهداف البرامج الدعم النفسي. هلا الصدمات النفسية من عمر الصفر، من ساعة الصفر أو خلينا من الدقيقة رقم صفر لعمر 3 أيام، ردود الأفعال تجاه الصدمات النفسية هي ردود أفعال طبيعية، يعني أي شخص فينا إذا تعرض لحادث أو شاف منظر إرهابي شيء أمر طبيعي أنه يخاف ويشعر بالهلع، وتكون بنيته أو جهازه النفسي بهذه اللحظات غير قادر على تحمل الصدمة. هون البرنامج الدعم النفسي ممكن يفيد معنا هو بحالات الإسعاف النفسي والاحتضان العاطفي اللي نحن فيها، يكون تفعيل الاحتضان النفسي والتهدئة الجسدية والنفسية، وكمان بدنا نفعل بعد عمر 3 أيام موضوع التفريغ الانفعالي، يعني نحن ما بنمنع الطفل أو المراهق من التعبير انفعاليا عن كل ما شاهده خصوصا في حالات الصدمات المركبة، يعني في عمل إرهابي وفي اعتداء أو اغتصاب لأم أو أب أو ما شابه ذلك. فاليوم مثلا أو مثلا مشاهدة صديق أو قريب عم يموت أو مشاهدة مناظر الدم بالنسبة للأطفال والمراهقين، أو إضافة إلى ذلك أنه منزله عم يتهدم وذكرياته كلها عم تضيع، فكلها هاي مصادر أحيانا قد تكون مركبة للصدمات النفسية. فهون نحن لحتى نحافظ قدر الإمكان على بنية الجهاز النفسي والانفعالي عند الطفل أو المراهق نسمح له بالتفريغ الانفعالي بالطريقة التي يراها مناسبة، يعني سواء كان هذا التفريغ الانفعالي بالبكاء، بالنحيب، بالكلام، بلغة الجسد، بالرسم، بأي شيء هو حابب يعبر عنه. منع الطفل من التفريغ الانفعالي يجعلنا نحن كداعمين نفسيين نخشى من شيء كثير مهم، أنا بسبب أنه كل شخص فينا عنده عقلين، عقل واعي وعقل لاواعي. الصدمات النفسية حدثت عند مستوى العقل الواعي، بعد مرور فترة 3 أيام أو 4 أيام عدم قدرة الجهاز النفسي على الخروج من هذه الصدمة النفسية نخشى أن تتحول تلك الذكريات من مستوى الشعور إلى مستوى اللاشعور وتظهر لاحقا في حالات اكتئاب، قلق، عدوان،
انعدام الشعور بالأمن النفسي ولاحقا انخفاض التحصيل الدراسي أو التسرب الدراسي. بالبرامج اللاحقة نحن بعد أسبوع أو 15 يوم ما قدرنا أو ما قدر الجهاز النفسي عند الطفل أو المراهق يقدر أو يستوعب الصدمة المفروض ببرامج الدعم النفسي اللي هو أخرى الفردية والمكثفة قدر الإمكان فيها مجموعة جلسات. إذا قدر الجهاز النفسي يجاوز موضوع الصدمة النفسية إلى بعد عمر 6 شهور بنقول إنه الشخص رجع لحالته الطبيعية وتكيف، ما تكيف نحن بحاجة لا مؤازرة أحيانا الطبيب والعلاجات الدوائية. هي باختصار موضوع نوع الصدمة النفسية وحالة الدعم أكيد. النفسي. طيب دكتور دعمنا نحن الوقت وخلينا نحن نركز بفكرة ونصائح سريعة للكوادر الطبية لكل الأشخاص اللي تعرضوا للصدمات النفسية بسبب الوضع الحالي اللي عم بنعيشه. شو أهم الإجراءات المفروض يروحوا لها؟ مثل ما حكينا بنأكد على موضوع التفريغ الانفعالي، عدم منع الطفل أو المراهق بالتعبير عن كل ما شاهده. هل بنمنعهم اليوم يبعدوا عن وسائل الإعلام؟ مو قصة هلا، بالنسبة للطفل السوري عند عمر معين، عند عمر الطفولة المتأخرة وبداية المراهقة يعني مثلا والشباب، نحن نفترض انه هو عايش مستوى معين من الأزمات، فبنفترض انه هو قادر على استيعاب صدمات نفسية وردته عبر وسائل الإعلام، لكن كمان هذا لا يمنع من انه الطفل اذا ما كان عند مستوى معين من الوعي والقدرة على استيعاب الصدمة لابد من النأي فيه عن هذه المشاهد. النقطة الثانية اللي هي المبلغ موجهة للبالغين انه نحن دائما بدنا نكون اقوياء امام اطفالنا، يعني نحن ما بنبين لهم انه نحن ضعاف، نحن لازم نكون عندنا الصلابة النفسية والثبات الانفعالي، بنوضح لهم ونقدم لهم معلومات عن ارهاب العدوان الصهيوني شو سببه، حق الشعب الفلسطيني بارضه، يعني نقدم دائما لهم معلومات حوار لحتى دكتور. يعملوا نوع من الموازنة بين الشيء اللي عم يشوفوه واسبابه ومؤشراته والمعلومات الحقيقية اللي ممكن ياخذوها من الأهل أو من أولياء. أكيد. بالختام مع الدكتور حسام الشحاذة المختص بتقديم الدعم النفسي في وقت الكوارث، بدنا نشكرك كثير والله يرحم جميع أطفال غزة ويصبر قلوب كل الناس. أهلا وسهلا. شكرا دكتور وابي، الصحة والسلامة النفسية والجسدية لك الحدا. شكرا. خلونا نطلع لفاصل لنكون بآخر فقرات صباحنا لليوم. إذا كان الحديث عن الشعب الفلسطيني ومقاومته والصمود الكبير الذي نشهده منذ بداية الاحتلال، لابد من تسليط الضوء على تراث هذا الشعب، فالتراث الشعبي يكون له أهمية مضاعفة ويكون التعرف عليه حاجة ملحة أكثر وأكثر، وذلك لما له من أهمية كبيرة في توجيه الشعب ودعم صموده وتعزيز وحدته في مواجهة الاستعمار المباشر وغير المباشر. رح نحكي أكثر اليوم عن التراث الفلسطيني اللي دائما في محاولات لطمس الهوية الفلسطينية من قبل العدو الصهيوني، وضيفنا لليوم مع التراث الفلسطيني أو جزء من التراث الفلسطيني الموجود ضمن استوديو صباحنا غير لليوم، حنتعرف عليه من خلال ضيوفنا، وضيوفنا هو الشيخ التراث الفلسطيني أبو علي جابر وأيضا الحاج أبو رائد وهو صاحب بيت التراث الفلسطيني مضافة فلسطين. يسعد صباحكم وشرفتونا وأهلا وسهلا بحضرتكم. مرحبا بك. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا بوجودكم معنا. خلينا نبدا مع حضرتك استاذ ابو علي جابر، خلينا نحكي عن اهميه التراث الفلسطيني المادي وغير المادي بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. طبعا التراث هو موضوع كبير جدا، وهو مثل ما يقولوا بحر ذو قاع غميق جدا، فنحن كانت تتكلم باختصار عن التراث. نعم. التراث الفلسطيني بالنسبة هو الموروث، هو الموروث التاريخي. نعم. التي تتعاقب عليه الأجيال من الأجداد والآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد. طبعا التراث الفلسطيني مواضيع كثيرة وعناوين كثيرة جدا، أنا بسمي التراث الفلسطيني هو الأطلس التاريخي للشعوب. أما نحن كشعب فلسطيني فالتراث يعني لنا هو التمسك بالهوية الفلسطينية والمبادئ ومبادئنا مبادئنا الوطنية وحقوقنا المشروعة في حقنا في فلسطيننا. طبعا وهو ذاكرة ننقلها من الأجيال حتى تكون فلسطين هي وتين القلب للشعب الفلسطيني وللأجيال حتى العودة إن شاء الله، وهو وسيلة من وسائل النضال الفلسطيني التي يقاوم
اللي تقام تزويف وتزوير هذا الكيان الصهيوني بعد أن احتل الأرض والجو والهذا، يحاول أن يحتل ويزور التراث، لأن شعب بلا حضارة بلا تراث فهو عبارة عن مجموعات إرهابية وصهيونية. صحيح، وهذا التراث اللي عم نحكي عليه نحن كونه اليوم في محاولات لطمس هذه الثقافات، نحن بحاجة اليوم لنحافظ عليها ونوثقها. أبو رائد، خلينا نحكي عن أهم اليوم الإجراءات اللي عم تشتغلوا عليها حتى تحافظوا على هذا التراث، وأنت حضرتك عم تحكي رح نستعرض بعض خلينا نقول النحاسيات الفلسطينية الجميلة، تفضل اليوم كيف عم تحافظوا؟ وشغلي صباح الصباح و... اهلا وسهلا بحضرتك، بنشكرك على هاللفته يعني بالاضاءه والاحاطه بالتراث الفلسطيني. واجبنا. وبدايه نترحم على شهدائنا، شهداء الشعب الفلسطيني وغزه، شهداء الامه العربيه، نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والحريه لاسرانا. هلا بدايه هو مشروع الحفاظ على التراث، لانه يعني اليوم شعب مغتصب، شعب مسلوب ارضه، شعب مسلوب يعني كل حتى الهواء سلبوه مننا، ولكن لقينا من باب اولى احنا اليوم نحافظ على التراث ونهتم بالتراث لحتى نرسخ بالاجيال القادمه انه احنا شعب له تراث، له تاريخ، له كذا. وبظل هجمه من الكيان الصهيوني لطمس تراثنا، يعني لحتى طمس تراثنا بالابعد مدى، فلكن لقينا احنا من باب اولى حفاظنا على التراث. واحنا اليوم بنحافظ على التراث الفلسطيني ومورثه جيل لبعد جيل، اخذنا على عاتقنا انا اخونا ابو علي أن اليوم نحافظ على التراث ونكرسه لأجيالنا وللأجيال القادمة لحتى يعرفوا أن هذا الشعب مش مثل ما حكوا أنه صحيح. أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. أكيد، يعطيكم ألف عافية، مشكورين على حفاظكم اليوم على التراث الفلسطيني وأهميته. خلينا ننتقل عند حضرتك أبو علي، يعني خلينا نحكي اليوم عنا عناصر كثيرة للتراث الفلسطيني، عنا رموز، عادات، تقاليد، أعراف زي الشعبي كمان، خلينا نوضح بشكل عام عن عناصر هذا التراث. طيب، عناصر التراث الفلسطيني طبعا هو التراث في شكل عام، عندك العادات والتقاليد، طبعا العادات والتقاليد اللي كان يمارسها أجدادنا وآبائنا في فلسطين، التي ولكل مناسبة لها عاداتها وتقاليدها. عندك الطب الشعبي اللي كان يستخدموه، عندك الأمثال، عندك الأمثال، عندك السهرات وطبيعة السهرات، عندك طبعا المقتنيات اللي كان يستخدموها بشكل يومي، إن كان في الفلاحة ولا في الزراعة ولا من المطبخ أو بالمهن اليدوية. نعم. عندك الشعر الشعبي. نعم. والأغنية الشعبية، الفلكلور الشعبي. عندك المهن اليدوية التي كانت تمارس في فلسطين من خلال صناعة القشيات أو من صناعة التطريز للمرأة الفلسطينية وخياطة الأثواب والأثواب الفلسطينية. نعم. التي هي أصبحت مشهورة عالميا. عندك كثير من المواضيع في التراث الفلسطيني، عندك يعني مثل ما حكيت لك أنا بعتبر هذا هو الأطلس التاريخي لشعبنا الفلسطيني، لشعبنا الفلسطيني فوق أرضه التي ستبقى أرضه رغم كل القوى والمحاولات التي تريد أن تطمس هويتنا الوطنية وحقنا في فلسطين. نعم، وقت نقول تراث فلسطيني وشعر وهزيج فلسطينية، اليوم لكم حصة خاصة بقلوب كل الناس، اليوم فينا نسمع شيء ولو بيت شعر من حضرتكم، هزوجي من تشربي فلسطين، اليوم من خلالكم نحن بدنا نتعرف على هي الثقافة الجميلة. والله صراحة يعني في عندنا مثلا الأغنية الشعبية، أول أغنية شعبية في فلسطين كانت عام 1930 بعد استشهاد محمد جمجوم، الشهداء رحمهم الله، محمد جمجوم وفؤاد حزازي وعطى الزير. فكانت الأغنية يعني كثير أخذ صدق. أبو رائد، فينا نتشارك مع بالأغنية بالهزوجة الفلسطينية؟ عم نحكي اليوم عن عقود يعني مرقت عليها. هلا الأغنية الفلسطينية يعني هي تراثنا الأصيل، يعني من الجفرة للدلعونة للدحية الفلسطينية المعروفة، يعني هاي كلها هزيج. والله يعني أنا حافظها، بس هي بدها جو معين. طبعا الأغنية الشعبية، أول أغنية شعبية وطنية غنوها من سجن عكا
طلع الجنازة عطى الزير ومحمد جمزوم وفؤاد حجازي. جازي عليهم يا ربي جازي المندوب السامي وربعه عمومه. هاي اول اغنيه كانت الشعبيه اللي تتغنى لليوم، زالت تتغنى يغنى فيها شعبنا الفلسطيني طبعا لانه موروث نضالي مستمر على هذا. وهناك ايضا اغاني الميجنة، يا ميجنة يا ميجنة اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، يا ميجنة يا ميجنة حي حي الزمان اللي جمعنا ولمنا جمعنا ولمنا، يا ميجنة يا ميجنة زهر الحنون يا ربيع بلادنا. نعم. وهناك موال، هناك الموال والموال يقول وعد بالفور المشؤوم جاير على الرهبان والإسلام جاير. نعم. تناسى تناسى العدل وأضحى الظلم جاير، ملوك الغرب ما فيهم حساب. لسه في عنا زريف الطول، زريف الطول قصة كمان معروفة. هي زريف الطول للكل. يعني هي هي للكل بس هي كان فيها خصوصية. نسألك كمان أبو رائد عن هي الورقة شو بتعني اليوم؟ شهادة تسجيل. الورقة احنا بعرفنا بنسميها الكوشان، الكوشان هي يعني ورقة تسجيل أرض. احنا هنا بالعرف بسموها اوراق الطابو. انا بس حبيت اني اجيب يعني لحتى نثبت للعالم انه احنا ما زلنا متمسكين بادق تفاصيلنا. هاي انا جاي بس اكمل ورقه معي من الكوشين اللي هي تضم 11 دلم، 11 دلم. هاي توثيق عم نحكي عن شهاده تسجيل حكومه فلسطين. نعم. وهي باسم جدي رحمه الله عليه. نعم. علي عيسى خميس العبسي. واحنا ما زلنا لليوم احنا يعني هاي من عام 37 اصحاب حق انتم اصحاب ارض يعني شيء شي اكيد اكيد بس ولكن احنا يعني نحكي بصراحه احنا عم بنواجه ابشع قوى الارض، ابشع قوى الارض احنا اليوم عم بنواجه بالهجمه على فلسطيننا. يعني احنا اليوم بنشوف اللي عم بيجري بغزه لما يعني قديش الشعب الفلسطيني صابر، واحنا باعتقادنا بنقول انه حتى الكيان الصهيوني او الغرب لما يعني حب انه يحتل فلسطين هو احتل يعني الأرض الغلط أو الشعب الغلط، لأنه شعب لا يكل ولا يمل، شعب بيحتفظ بأدق تفاصيل حياته. يعني أنا اليوم بحب أخبرك أنه يعني بكل فخر هاي العكازة اللي جدي إجا فيها من فلسطين. نعم. قد عمرها هاي العكازة؟ هاي العكازة إذا أنا بحكي لك بال 48 اللي جدي فيها من فلسطين، خلينا إحنا نقول أوه 48 الأسوار اللي حضرتك أعطيتك إياها هاي من 6 إلى 6 إلى 6، فأنت حتى شوفي حتى من الاستخدام قديش يعني منحية يعني. كويس، فهذا شيء يعني هذا شيء اليوم إحنا بنقول إنه هذا ضرب من ضروب النضال. عم نحاول إنه نثبت شيء بظل الهزم اللي خبرتك قبل شوي عليها، إنه الكيان عم بيحاول يعني يسلب أدق تفاصيل حياته من الزي الفلسطيني للقطب الفلسطيني بالثوب الفلسطيني المعروف بالأكلات الشعبية، وكلنا بنعرف إنه الكيان الصهيوني استخدم الزي الفلسطيني لمضافات شركة العالم للطيران. كويس، وحتى يثبت للعالم انه له احقيه في فلسطين، ولكن لغايه اليوم لغايه اللحظه ما ثبت ولا راح يثبت انه له احقيه في فلسطين. فلسطين قلنا اكيد. السيد ابو علي كرمال ناخذ هيك اكثر شيء معلومات منكم، شو في بايدك؟ عم شوف عمله قديمه او ممكن عمله العلم الفلسطينيه. نعم خلينا نشوفها ناخذها يعني هاي المنديم المنديم مكتوب عليها دوله فلسطين، يعني ما كان فيك اياه مليم. وهذا جنيه فلسطيني عم نشوف عملة قديمة أيضا جنيه فلسطيني فلسطين. أيضا ولكن هذا الأحدث يعني من 47 46. فهذه العملة أيضا يعني هي تمسكنا فيها، وهذا هي تمسكنا على حقنا. والشيء اللي بنعتز فيه أنه على المليم وعلى هاي مكتوب دولة فلسطين. نعم. يعني إحنا دولة قبل 48 معترف فينا كان دوليا، معترف فينا حتى سايكس بيكو وبعد بالفور يعني قسموا دولة، قالوا دولة، كان هناك دولة فلسطين قسموها. وهذا فنحن الآن لا نقول أنه إحنا بدنا نقيم نحرر فلسطين ونقيم دولة، بل نقول سنحرر فلسطين إن شاء الله ونعيد الدولة، ونعيد دولة فلسطين فوق أرض فلسطين كل فلسطين. اليوم الحديث يطول عن التراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية، واللي هي أكيد حتبقى باقي. رح يكون لنا لقاءات بصباحات أخرى وحيكون وقتنا أطول لنقدر نحكي. خلينا نشوف بلقطة أخيرة لو سمحت أستاذ المفتاح اللي عم يحاول أبو علي يفرجينا إياه. شو هذا المفتاح؟ هذا المفتاح هو موروث من البيت في قريتي، في قرية الناعمة في فلسطين قضاء صفد في سهل الأولى، وهو أمانة من الوالد لكي نفتح الباب
ذاتها عن التحرير. رح ترجعوا ورح نشوفكم ان شاء الله. وهو رمز للشعب الفلسطيني، يرمز لحقه في العودة ان شاء الله القريبة. ان شاء الله القريبة. دموعكم اكيد غالي علينا اليوم، هذا حق مشروع لكم والقضية واحدة اليوم، ربينا على هذا الحق وان شاء الله رح نشوفه. شكرا لكم. بالختام بدنا نشكركم كثير، شيخ التراث الفلسطيني ابو علي جابر والحاج ابو رائد صاحب بيت التراث الفلسطيني، شكرا لكم لوجودكم معنا، لانكم عم تحافظوا على التراث الفلسطيني، على الهوية الفلسطينية يلي رغم كل محاولات الاحتلال الصهيوني انه يطمس هذا التراث الا انه لسه باقيين عليهم. وشكرا لكم وشكرا للإعلام في سوريا التي أعتبره أنا صوت وصورة فلسطين من دمشق. شكرا، لقاءات أخرى بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتكم. نحن صباحنا لهون خلص إن شاء الله يا رب، كان كنا ضيوف خفاف على بيوتكم وقلوبكم، وقدرنا من خلال هذا النهار نرسم هيك الابتسامة اللطيفة ضمن الأجواء اللي عم نعيشها السيئة للأسف. نقول بردا وسلاما لكل أهالينا في فلسطين المحتلة، وإن شاء الله الحق رح يرجع، وإن شاء الله يا رب نحن نشهد هذا الحلم اللي نحن قربين عليه، فلسطين وداري، ورح تبقى هذا حلم موجود بحياتنا انه نشوف النصر ونشوف الحلم صار هيك حقيقه. شكرا لكم، وكل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. يومكم حلو وشكرا لك يا هايدي. شكرا لك يا رشا، واكيد كل الشكر لكل المتابعين والمعده حلا سلمان والمخرج جعفر احمد، واكيد كل المصورين. لا تنسوا تابعونا بكره. صباح الخير.